سمسمان خير امسكي هدول بعين تنظراف دقي لهم امسكي الواحد هدول هدول دقي مطلوب كوافير للعمل بالسعوديه عم تشتبيها هزار بدك تقتفيني على السعوديه بعدين انا شو بفهمني بالكوافيره انا دوبني شعري عم مشطه دوبني شعري عم مشطه فعلا انه ما عندك طموح انت وبالمره مثل اللبخه قاعده تغيري اعملي شيء جديد بحياتك كله روتين ممل 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 شو فيني انا مثلا دائما بغير بحياتي شو ها والله شو هالزوره حياتي انت طيب احكي لنا شو الشغلات الجديده اللي عملتيها بحياتك خلال هالخمس سنين اللي مضوا ايه احكي لنا انا ايه مثل ما عم لك سميحه امسكي حاكيهم هزار عم حاكيكي طلعي فيني طلعي بعيوني قولي لي شو عملتي خلال الخمس سنين تجارب جديده اه افهميني حبيبتي انا رحت على تركيا ايه شو كمان وبس العمى يعني انا هدول الخمس سنين ماني عامله شيء بحياتي غير مره واحده رحت على تركيا اسبوع ولي قديش حياتي ممله معناتها وفاضيه لازم اعمل شيء جديد لازم لو رايحه رايحه ما بعرف لاي محل لازم اعيش التجربه باي شيء لازم اجدد بحياتي حاجه عم ضيع وقت معكم باي باي, باي. فظيعه انت يا نور معقول بسؤال واحد كركبتي وخنادت تقوم تروح من هون يا ستي ندمان يعني يا ريتني استخدمت هالسؤال من زمان يا ريتني سالتها يا 10 ليرات مجنونه تدعى هزار محاوله انتحار طابتي 10 ليرات شو هاد لك العمى ما هي هزار جارتنا بلا ايه والله القاء القبض على فتاه مختله عقليا حاولت القفز بالمظله من على سطح مبنى المحافظه هي عليك يا هزار هذا وقد افاد شهود عيان بان الفتاه تسللت للسطح وهي تحمل في حقيبتها المظله وعند اقترابها من حافه السطح امسك بها احد موظفي المحافظه الذي كان يتابع تحركاتها وتصرفها ثم تم تسليمها لدوريه من الشرطه لك ليش مفلوجه حياه الله لازم نروح نزورها ايه مشو مشو نجيب لها راحه كمان وبس